نعم. نعم. ما هو مش كل كذب زي بعضه، في كذب يودي جهنم يعني مثلا حنانيا وسفيرة كذبوا على الروح القدس فأوقبوا من بطرس الرسول، غير كذب عادية. فدي درجات، كون انك انت تكذب على والدك او تكذب على اب كاهن غير لما تكذب على شخص عادي. كل خطية وليها درجات من حيث نوعها ومكانها. زي الخطية مثلا اللي ترتكبها في البيت غير اللي في الشارع، غير اللي ترتكبها جوه الكنيسة، غير اللي ترتكبها جوه الهيكل. فالمكان بيدي عمق معين للخطية، والوقت بيدي عمق. الخطية اللي انت ترتكبها في يوم عادي مش زي الخطية اللي ترتكبها في يوم صيام او في يوم تناول. فالخطايا درجات ايضا، الخطايا درجات. هما بقى بيشوفوا في الاعتراف الخطية دي بتطلع عمقها قد ايه ويدولوا عقوبة عليها.